الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللي بتحاول باستماتة تجيب رعاية صهاينة عالقين في المغرب، والمغرب ترفض. إيه اللي حصل بسبب الوباء؟ مجموعة من العالقين الإسرائيليين، إسرائيلي المزعومة، موجودين في المغرب. التصريحات دي خرجت من إذاعة جيش الاحتلال منذ قليل. אנחנו אל הפרסום הראשון של ג'קי חוגי. אנחנו חוזרים אליך עם מידע שהגיע הבוקר על המתרחש במרוקו. עשרות ישראלים תקועים שם מאז משבר הקורונה, ומתברר שמאחורי הקלעים מתחולל מאבק דיפלומטי, כמובן לא באשמתם. שלום שוב ג'קי, מה הסיפור? שלום אפי. כן, סיפור שאנחנו חושפים אותו כאן. קבוצה של ישראלים תקועה במרוקו, מחכה לפחות שבועיים לחילוץ, אבל הופכת להיות קורבן לסכסוך חריף בין מרוקו למדינה ערבית אחרת. מיד אני אומר מי המדינה הזו, פרט מעניין בפני עצמו. תחילה, إيه اللي عملته الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أضلاع مثلث الشر والتطبيع مع الصهاينة وبسقة القرن، غني عن البيان طبعا. اسمع ماذا قالت إذاعة جيش الاحتلال. וכאן נכנסת לתמונה המדינה השלישית, והיא איחוד האמירויות. מדינה ערבית חזקה במפרץ שנמצאת בימים אלה בסכסוך עם מרוקו, משמיצה אותה בקמפיין פוגעני ומתוכנן מלמעלה ללא הרף, כנראה מחיר ההתקרבות של מרוקו לקטר. אני מזכיר לך שבין ישראל לאבו דאבי יש מגעים בלתי רשמיים אמנם, והאמירויות אומרים לישראל, גם לנו יש אזרחים תקועים שם, בואו נאחד אותם, נשלח מטוס, ניקח את שתי הקבוצות ונמריא לאזור במטוס אחד. לאמירויות יש 74 נוסעים תקועים במרוקו, הם החמיצו את טיסת החילוץ שלהם שלקחה 180 אזרחים קודמים לפני כמה ימים. ישראל כמובן מסכימה לסידור הזה, זה פותר לה בעיות, כי טיסת תל אל ישירה למרוקו אין, יש התנגדות לזה מצידה, מאוד שאיחוד האמירויות אמרו, המימון עלינו, זה מטוס שלנו, גם הכסף הוא שיקול. ואז מתעוררת ממשלת מרוקו ואומרת לאמירויות, תסלחו לנו, את התאום המלא אתם עושים איתנו, לא עם הישראלים, אנחנו נמל הבית, ומטילים וטו על הטיסה הזאת. מרוקו מטילה וטו על הטיסה המשותפת. על טיסה משותפת בין איחוד האמירויות, טיסת חילוץ לישראל. בעיה הזאת, כאמור ג'קי, עשרות ישראלים תקועים במרוקו. איחוד האמירויות ביוזמה שאתה מפרסם הבוקר, מנסים להביא אותם ביחד עם האזרחים שלהם בטיסה משותפת. מרוקו מטילה וטו. תודה ג'קי. תודה, אפי, יום טוב. בנפס שהם المعروفة, انت عارف عندنا ثلاثة من أشهم جمع شهم القادة العرب، ابن زايد وابن سلمان والسيسي، كما فعل السيسي سابقا بقلب كبير يتسع لكل العالم إلا الشعب المصري، إلا الأشقاء المصريين. أيضا الإمارات قالت لحكومة جيش الاحتلال، ولا يهمكم طيارة واحدة، احنا نجيب العالقين بتوعكم في طيارتنا. وإسرائيل وافقت نجيب كل اللي طالعين في طيارتنا. وام المغرب قالت الله الله الله، اتفاقيات شغالة، وكأن مفيش دولة، وكأن مفيش منظومة، من غير ما حد ينسق معانا. تبدونا خبر على أساس أن الأراضي المغربية دي تقريبا تحت سيطرة الحكومة المغربية، تقريبا تقريبا، يعني مش أكيد طبقا لوجهة نظر الإماراتية، تقريبا دي أراضي مغربية. لما يجلى منها أي بني آدم يحصل تنسيق، أن أي طيارة تطلع أي حد، طبيعي أنكم تقولوا لنا. مش الإمارات بتتعامل بشكل الإمارات وإسرائيل واحد، أتكلم على الحكومة طبعا وليس الشعب. الإمارات وإسرائيل واحد بلا أدنى شك، كن على يقين وأنت مطمئن وبطنك كل البطيخ الصيفي والشتوي. لكن مش معنى أنكم أنتم واحد أنكم تتصرفوا من غيرنا، ها؟ ما يصحش. الساعات الماضية بسبب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الموضوع وصل لمشهد غريب. وصل لاتهام الإمارات بمحاولة تشويه رئيس الوزراء المغربي عن طريق لجان إلكترونية بموقع تويتر. تعرف طبعا في لعب خبيث جدا وحقير جدا بيتم في تويتر وفيسبوك عن طريق الجيوش والدباب الإلكتروني السعودي المصري الإماراتي. المغرب دلوقتي حديث كبير إنه اللجان الإلكترونية عاملة حملة على رئيس الوزراء المغربي بتطعن فيه بكل الاتجاهات. قصة بدأت لما ظهر رئيس الوزراء المغربي في البرلمان وتحدث عن الوباء. راح سندير ياك ولا بدل مسابي دي. دابا شحال من واحد قال مسابي دو منصوح غير منصوح به نهائيا.
وليس هناك برنامج برلمان في العالم اللي كيهضر رئيس حكومة بالكمامة. دخلوا الكوريا الشمالية، دخلوا اليابان، دخلوا فرنسا، دخلوا الإسبانية، دخلوا الآخرين. ما بقاش نديروا المزايدات فيما لا شيء. تفضل. إيه ولكن هنا كان اللي كانت مسافة الأمان راه كافية. جوج مترو راه درنا 3 متر دابا أنا والسيد الوزير. وعندنا 120 وفاة مع الأسف الشديد. ويمكن نقول لكم ونحن نتابع وجميع المواطنين كيتابعوا. نحن إذا سمعنا بشي وفاة راه حنا بالنسبة لنا راه يوم يوم جنازة عندنا جنازة عندنا. وإذا سمعنا بمواطن تعافى وخرج من المستشفى حنا عندنا يوم عيد بكل صراحة، يوم عيد يوميا. نحن في كل يوم نشهد لحظات فرح ونشهد لحظات قرح مع الأسف الشديد وحزن. كيف تتطور الموضوع؟ البداية من قناة العبرية، عارفين العبرية السعودية اللي بتبث من الإمارات، عشان المغرب قالت بس يا جماعة عرفوني، عرفوني انكم واخدين مواطنين صهاينة على طيارتكم ووعدتم إسرائيل المزعومة بدافع، عرفونا. العبرية السعودية والموجودة في الإمارات العربية بثت هذا التقرير. وإلى المغرب، حيث أشعلت كمامة كورونا الخاصة برئيس الحكومة سعد الدين العثماني جلسة البرلمان وأثارت الخلاف. بس ليش؟ نشوف السبب في الفيديو. خلوني أشرح لكم الفيديو اللي شفناه سريعا. فرئيس الحكومة سعد الدين العثماني اتهم النواب بأنه خرق قرار الحظر الصحي، وذلك بعدما ظهر في الجلسة وهو منزل كمامته وملابسها بشكل صحيح، ليكون الوحيد اللي متجاهل ارتداء الكمامة، رغم أنه على فكرة ارتدائها إجباري وفقا للقوانين الأخيرة في المغرب، ومع العلم أنه هو نفسه اللي صادق على قوانين فرضت على كل المواطنين ارتداء الكمامة أثناء الكلام في الأماكن العمومية. كان شوية لازم شوية تحبيش. التقرير صاحبه تويتات بتهاجم الوزير المغربي وإنه إخوان. حكومة سعد العثماني تهتم بتمويل الجماعات الإخوانية في المملكة وتهمل شعبها في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر بها المغرب. يا سلام يا سلام على عين الحنية والعطف. العثماني تسبب بإحراج لجلالة الملك قد يكون هو الأصعب بعد عدم توفير المؤن والغذاء للشعب وانتشار الفوضى. المغرب وصلت إلى مرحلة صعبة من الإهمال الحكومي في الرعاية، بل تترسخ كل الاتهامات في دعم الجماعات الإخوانية. إمارات إمارات إمارات. المغرب للأسف تمر بأسوأ مرحلة في تاريخ المملكة بعد الانتشار المخيف للوباء وعدم إدراك الحكومة للموقف الخطير. قامت المواقع المغربية خرجت لتتهم الإمارات صراحة بأنها وراء حملة الهجوم. أنت عارف كان في صراع مكتوم طول الوقت، استعرضناه قبل كده مش وقته، بين الامارات والمغرب كانوا بيحاولوا يحافظوا على شارة معاويه. شنت حسابات اماراتيه على مواقع التواصل تويتر هجوم على الحكومه المغربيه سعد الدين العثماني، متهمين اياه بالتسبب في اهمال الشعب، فيما رد نشطاء مغاربه بالتضامن مع العثماني عبر هاشتاج شكرا العثماني، مما جعله يحتل المرتبه الاولى في الترند على تويتر. حمله الهجوم على العثماني وحكومته شنتها حسابات اماراتيه في وقت متزامن منذ أمس الاثنين، وذلك بعد انتهاء مجلس النواب التي عرفت مساءلة رئيس الحكومة على التدابير الوقائية، وهو ما اعتبره مصدر مقرب من العثماني حملة تهجم مدبرة من طرف ما يعرف بالذباب الإلكتروني في الإمارات. ريحة الذباب والجيوش الإلكترونية طلعت في كل حتة في العالم من أجل النيل وشيطانة العثماني ومعه المغرب ككل. استعملت فيها مصطلحات الحملة متشابهة مع اختلاف في الصياغة، واجتمعت كلها على الاتهام بأنها تمول الجماعات الإخوانية وتهمل شعبها. مستشار الحكومة المغربية تحدث على ان هجوم تويتر وراه لجان الكترونية معروف مصدرها بكل تأكيد. ظهر في الاونه الاخيره عدم الحسابات على مواقع التواصل خصوصا الفيسبوك تحمل اسم الدكتور سعد الدين العثماني خرع حساب انشئ منتصف نهار اليوم، وحيث انها حسابات مزيفة ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد، فقد تم مراسلة مسؤولي فيسبوك من اجل حذفها. ده نزار خيرون. الموضوع تحول لهجوم متبادل، قصف عبر تويتر، وخرج نائب في البرلمان المغربي يهاجم السعودية والإمارات. لا تعجبهم ديمقراطية وتزعجهم الانتخابات وتفزعهم صور البرلمانات، ويعشقون فقط الاستبداد والفرعونية العسكرية والسلالية. إنهم المعيز والذباب الإلكتروني. ولهذا أقول شكرا العثماني والمغرب
لأنه رئيس حكومة منتخب اختاره الشعب ويمكن له متى شاء اختيار غيره. المغاربة أيضا وجهوا الاتهام، أصاب الاتهام مباشرة للسعودية والإمارات. قد نختلف معه لكن لسنا جاحدين، لقد أثبت أنه الأفضل. لم يكن يوما قطيعا يسهل تسييره من طرف الخونة والعبيد، ولن نكون أبدا. عاش المغرب حرا شريفا، ودبتم خرفانا خونة خاسئين. الدنيا كل حالة وفاة جديدة جنازة عندنا، وكل حالة شفاء يوم عيد بالنسبة لنا. رئيس الحكومة المغربي العثماني يرسم الحزن على وجوه الناس، ده وزير الخارجية الإماراتي. لأنه من بعد كانت تأسس أول مصنع بسكويت في اليمن 1970، 1971 تأسس دولة الإمارات العربية المتحدة. قصف مغربي بشكل مضاد بعد حياة تهجم اللي حصل من الإمارات. لن يعرف الرجل وأن تتمتع به من خصال حميدة، ده نزار خيرون برضو وأخلاقهم يقدموا مجهودات إلا من عارفه من قرب. حملة مغربية طلعت من المغرب، المغرب حملة للرد على ذباب إلكتروني.